عبد ربه منصور بالمناسبة السنتين تبعه انتهت 2014، يعني من 2012 ل 2014، يعني صار له الحين 6 سنين، ما ندري منين اجت الشرعية، وهو ليس منتخبا وانما كان توافقيا، يعني اذا لم تتوافق عليه الاطراف ذهبت شرعيته. هذا من جانب. من جانب اخر يجب ان نعلم ان حكومة صنعاء ليست انصار الله فقط، وانما متكونة من 36 حزب متحالفين مع انصار الله، فضلا عن قبائل كثيرة هي أكثرية الشعب اليمني. كيف نستطيع أن نقول أنها الأكثرية؟ نستطيع أن نقول أنها الأكثرية لأنها هي التي صمدت في وجه تحالف من 10 دول لمدة 5 سنوات فلم تنكسر، رغم أنها محاصرة تقصف على مدار الساعة بطائرات F-16 والF-15، وليس هناك رواتب، وهناك يعني استعانة السعودية بمرتزقة من السنغال والسودان والججويد وأماكن أخرى. لندع كل ذلك جانبا، هل من هو الذي يريد أن تذهب الأمور إلى الحرب إلى الأبد وليس لديه أفق أو استراتيجية؟ إنها السعودية. لماذا؟ حكومة صنعاء قدمت 11 هدنة على مدار الصراع في 5 سنوات، 11 هدنة، وقالت خلاص يكفي، لماذا لا نجلس على طاولة واحدة؟ لماذا لا نتحدث ونعمل حكومة وطنية؟ كانت السعودية تظن أنها بإمكانها حسم المعركة، فلم تتقدم بأي هدنة أبدا إلا يوم 9 أبريل الماضي قدمت هدنة. لماذا قدمت هدنة؟ لأنه يوم 8 أبريل يعني قبلها بيوم قدمت حكومة صنعاء ما تسمى بوثيقة الحل الشامل للأمم المتحدة، وقالت دعوا خصومنا يناقشونا وفقا لهذه، وينظروا إذا فيها إشكالات نتناقش عليها.